اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بنواصل في ختام تلك الحلقه او هذه الحلقه بنواصل تفاؤل وامل ورؤى ومبادرات وافكار. معايا اتنين من الاساتذه الكبار ومعايا مجموعه الشباب بتوع قافله شعاع الخير، وانضم الينا بعض الطلاب وبعض مدرسين الجامعه. برحب بضيوف الاعزاء دكتوره نهى الخطيب عميد كليه العلوم الاداريه باكاديميه السادات. اهلا وسهلا دكتوره نهى. دكتوره هدى اباظة وكيل اداب وكيل كليه اداب عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تساعدوني وتعرفوا نفسكم؟ استاذه دينا محمود عبد الله معيده في كليه التجاره جامعه الزازي. الاستاذ محمد شميس مدرس مساعد بقسم الاداره العامه اكاديميه السادات. باسل ابو الصعود رئيس نشاط دريم وزاس باكاديميه السادات. محمد علي رضوان عضو قفاه شعاع الخير بكليه التجاره. انجي حسام كليه صيدله جامعه اليابلس. افضل فريد كليه اداره اعمال واقتصاد جامعه اليابلس. ياسين الشريف كليه هندسه جامعه اليابلس. خلود احمد تمهيدي ماجستير تربيه عضو في شعاع الخير وعضو في صناع الحياه. جورج شريف طالب بالفرقه الرابعه كليه الاداب قسم اللغه الفرنسيه عين شمس. تفضل. أنطونيو خالد الفرقة الرابعة كلية أداب قسم فرنسي عين شمس. رحاب عاطف الفرقة الرابعة قسم إعلام شعبة صحافة عين شمس. زومو رياض. محمود علي مرسي قافلة شعاع الخير. أمنية سيد أحمد عضو في قافلة شعاع الخير. يا أهلا وسهلا بكم. طيب دكتورة نهى، ممكن تكلمينا عن فكرة المبادرات أنتوا كأكاديمية خاصة كجامعة؟ الدكتور عادل قاسم طول ما إحنا بنتكلم مصر على دور الجامعات، دوركوا إيه في المبادرات؟ دوركوا إيه مع سينا؟ واحنا النهارده حلقتنا عن سينا كنموذج ككنز في مصر مش عارفين نستغله، الكنز المظلوم. طيب اسمح لي اقول لسيادتك الاول ان احنا اكاديميه السادات العلوم الاداريه احنا جامعه حكوميه وليست طيب. جامعه خاصه. تمام. احنا يعني المبادره عندنا شيء اساسي في تحركنا، واحنا كنا المبادرين بان احنا نصحب طلاب اتحاد الطلاب عندنا لزيارة ممر القناة، وكنت بستهدف من الزيارة دي عدة أمور. أول حاجة نبذ الفرقة والاختلافات اللي نشبت نتيجة الاتجاهات السياسية المختلفة. نمرة اتنين ان انا حبيت انمي عندهم الولاء والانتماء لبلدنا، وان احنا بننتمي للبلد وليس للأفراد. نمرة تلاتة ان انا حبيت اوريهم التطبيق الفعلي للعلوم اللي احنا بنعلمها لهم، لا سيما علوم الاداره بالذات، وقد كان بالفعل. فاحنا لما طلعنا الرحله دي استفدنا حاجات كتير جدا حققناها، وكان في عده دروس في مجال الاداره لو حضرتك الوقت هيتسع ان احنا نسمعها. هو يا ريت تختصر. لكن احنا نختصر نقول مثلا على سبيل المثال اهميه زي ما احنا بنعلمهم اهميه ان يكون في رؤيه يلتف حولها الجميع، ها، عشان كلنا نتجه دلوقتي صوب البناء وايه والتعمير. نمرة اتنين احنا دايما بنعلم الطلاب بتوعنا ان احنا لازم نكون اهدافنا طموحة جدا، لان الهدف الطموح هو اللي بيشحذ الهمم وبيستنفر الحد الاقصى للطاقات. فبالتالي احنا كنا بنعلمهم مثلا نعمل تجربة لفريقين قصاد بعض، في نفس الوقت نكلف فريق بمهمة ونكلف فريق تاني بثلاث اضعاف هذه المهمة في نفس الوقت. الفريق اللي كلف بالمهمة أنجزها بالعافية في الوقت المحدد، بينما في نفس الوقت اللي كلف بثلاث أضعاف المهمة عمل أكتر من ثلاث أضعاف. فمثلا لما تلاقي ممر القناة يقول إحنا هنعمل المهمة دي اللي بتاخد ثلاث سنين إحنا عايزين نعملها في سنة، يبقى أنا شحست كل الهمم والطاقات وخليت استنفرت كل الطاقات بأقصى طاقة ليها في تحدي إيجابي. النقطة الثانية ان انا شفت بعيني توزيع الادوار على فرق العمل وكيف يكون قيادة فريق العمل. احنا لما وصلنا هناك كان في معاد لتغيير الورديات، فالقائد اللي كان استلم الوردية الجديدة قلنا له من فضلك كلمنا اللي بيحصل، فقال لنا لا انا دلوقتي ربع ساعة بس لاني ماسك في ايدي كروت وكل كارت مكتوب عليه اسم شخص والادوار اللي لازم يقوم بيها، فبدأ ان هو يوزع الادوار. فاللي احنا بنعلمه للطلبة لقيناه. الحاجة التانية كمان أو الرابعة أو الخامسة إن المكاسب سريعة المدى. أنا دايما لما أقول يا أولاد إحنا بنبني مصر وبعد 50-60 سنة استنوا هتشوفوا مصر بشكلها إيه، لا أنا عايزة لما حبني 50-60 سنة أكون
في تخطيطي ان انا اعمل مكاسب سريعه المدى يشوفها الناس كاماره ان المستقبل ماشي في الطريق الافضل، وفي نفس الوقت ايه بتضعف موقف المشككين من فشل اي حاجه عظيمه انا بعملها. نخش على المبادرات بقى عشان انا طيب مش قبل عايزه المبادرات. يعني فدس. من المبادرات وعايزين نجني حصاد الحلقه دي، فنشعر ان احنا عملنا حاجه. معايا الاستاذ الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنك الغذاء والشفاء. مساء الخير يا دكتور معز. مساء الفل يا استاذ خالد، وانا بشكرك جدا، يعني الشكر قاعد يوصلكم على الجهود اللي بتبذلوها، بس احنا طمعانين وعايزين اكتر، فقول لي فرحني وقول لي هنعمل ايه. هو اول حاجه انا عايز اقولها ان انا في الحلقه ديت انا جندي تبع الدكتور استاذي ومعلمي الدكتور عادل قاسم، انا باخد تعليماتي منه. الفريق العمل بتاعي بيستمد القوه والنشاط والاداء منه، وكذلك انا، واللي هو بيؤمر بيه انا حاضر، يعني هو هيؤمرني. انا طبعا اتفرجت على البرنامج وبشكر حضرتك فريق العمل. تمام. يعني ال- ال- النظره الايجابيه اللي موجوده والتفاؤل، انا كده، انا تحت امركم في كل حاجه، من توفير الامكانيات للكتاب للشيخ سلامة كويس وغيره، الوجبة إن شاء الله بنوفرها، الكراريس والاحتياجات موجودة، وأي حاجة الدكتور عادل بيأمرني بيها أنا حاضر. طيب الدكتور معز عادل قاسم قال كلمة، قال إن بنك إن إحنا على رأسه، لا هو اللي على رأسه. ربنا يخليك دكتور معز. حلوة قوي إن الحاجات اللي طلبت في الحلقة تتعمل، وده جهد منكم رائع. الكلام عن المشاركة في بناء مدرسة مجمعة فيها مستشفى صغير، فيها حاجة تقدر تخدم على البلد، أنا عارف إن ده مش من اختصاص بنك الطعام قوي، ولكن لو حبينا نوسع الدائرة شوية، هل ممكن يبقى لكم دور في ده؟ أكيد أكيد. طيب رائع. يعني إحنا منتظرين مثلا إن المحافظة توفر لنا قطعة أرض فنبتدي نتكلم عن مساهمات لبناء هذه المدرسة، نبتدي نعمل فاند ريزنج بحيث ان احنا فعلا نبنيها وتتوجد. واللي انا عايز اقوله لحضرتك ان من ضمن برامج بنك الطعام التنمويه ان احنا بنأهل الناس للوظائف اللي المجتمعات محتاجاها، وان شاء الله هنركز في منطقه سينا ان احنا نوفر فرص عمل بتأهيل الناس اللي ممكن يشتغلوا الاعمال ديت ان هم يأدوها بحيث ان يخدموا المجتمع والمجتمع يخدمه. بشكرك جدا يا دكتور معز، ده كلام رائع وعظيم، دايما بنلاقيكوا قبل ما نعوزكم، انتوا سابقنا بخطوات. تسلم لي. الله يخليك. مهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ خير. اهلا يا باشمهندس. انا بحييك طبعا في البدايه على الحلقه العظيمه دي، وهو ده دور الاعلام الحقيقي اللي احنا متوقعين ومنتظرين. ربنا يخليك يا سياده النقيب، اتفضل يا فندم. احنا طبعا استمعت لهذه الحلقه العظيمه، واحنا مع الدكتور عادل قاسم، وانا بقول ان نقابه المهندسين وهي نقابه عظيمه وقويه ستكون مشاركه في كل ما يطلب منها. احنا جاهزين للتعاون الفني والهندسي والاستشاري لمدينه رفح الجديده ولاي مدرسه، وزملائنا عندنا نقابه عظيمه في العريش ونقابه في الاسماعيليه وفي بورسعيد والسويس، ودول هيكونوا هم مجال التعاون المباشر الممثلين لنقابه المهندسين المصريه مع كافه مشروعاتكم في سيناء اللي احنا بنعتبرها هي خط الدفاع الاول، واللي انا مقتنع ويعني ومتفائل بكل ما قيل النهارده. طيب ده كلام مبشر جدا، بشكرك جدا مهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين. الحاجه سياده عامر، اهلا وسهلا. مساء الخير يا خيري. مساء الخير. ازيك حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحاجة سيادة محمد اسماعيل عامر، اهلا وسهلا. اهلا طلع معاش وكيل تربية وتعليم. اهلا اهلا. بص يا سيدي، انا عندي امكانيات ان اساعد الاولاد دولت حبايبك اللي معاك دلوقتي اللي انا قاعدة بتفرج على البرنامج. كويس قوي. عندي امكانيات مادية يا خيري، عندي امكانيات عائلية، بس انا دلوقتي مش عارفه احصر دماغي. يعني امكانيات ماديه ممكن ابعت لك 5، ابعت لك 10، بس انا لا بنزل ولا بروح البنك، حد يجيني هنا. انت دايما هنبعت لك حد لحد عندك. ما
متشكرة يا خيري. ربنا يخليكي. وبعدين نبقى نقعد نحسب العين ده ونشوفه ممكن يكون ازاي. طب حبيبي انا حاسب لك نمرتي عندك. ماشي يا حاجة. موبايلي 010 010. لا لا بلاش على الهوا، بلاش على الهوا، بلاش على الهوا، مش هتنامي. مش هتنامي، نمرتك عندنا خلاص. متشكر يا حاجة جدا. طيب ربنا يخليكي. معنا نعم. طيب انا هرجع لحضرتك تاني حسب الوقت بقى. دكتورة هدى، ايه كيف يمكن يعني حد بعت لي بيقول لي طب انا مشاهده دلوقتي وعايز اساهم، عايز اعمل اي حاجه مش عارف اعمل ايه، يعني كلام انا حاسه بيه قوي متعاطفه جدا بس مش عارف اعمل ايه، ازاي بتقدروا تحفزوا الناس او يساعدوا ازاي؟ بالنسبه للناس في خارج الجامعه، ده خارج اختصاصنا. نعم. لكن انا هتكلم على الجامعه. فضل. تولدت عندي قناعه من فتره مش طويله انه العمل التطوعي هو وحده اللي هيقدر يجمع الفرقاء، لكن فكرة مساهمة الجامعة في مشروع قناة السويس أو محور تنمية قناة السويس جات الحقيقة الواحد لازم يرد الفضل لصاحبه من الدكتور عادل قاسم، وتتلخص في نقطتين سريعة جدا. تمام. إن فكرة إن احنا ننظم زيارات منتظمة للقناة عشان نرجع بحصيلة من الصور موجود الطالب فيها، بحيث إنها تكون على سبيل الشهادة على مراحل تطور القناة، ويكون في مكان لعرض هذه الصور في الحرم الجامعي. والفكرة الثانية أنه نرصد الظروف المعيشية للعمال هناك ونرجع بمقترحات على كيفية تحسين هذه الظروف المعيشية. حتى الآن ما حققناش ولا زيارة رغم الإقبال الهائل من الطلبة على زيارة القناة. عندنا أسامي وأسامي حتى الآن لأسباب كثيرة مش وقته دلوقتي ما قمناش بولا زيارة. وعايزة أقول حاجة تانية، إن الحقيقة إدارة الجامعة مش مرحبة جدا، يعني عرضنا عليه هذا المقترح مكتوب ومرحبة جدا وعلى أتم استعداد في المشاركة. يعني الأمر ما هوش صعب، والطلبة زي ما قلت مقبلين إقبال كبير جدا على الفكرة نفسها. طيب أنا مدين لكم جميعا بالاعتذار، أنا وقت خلص ومع ذلك حدي للشباب اللي ما تكلموش يعني بأقصى سرعة ممكنة عشان أنا هتفصل من المحطة، وعماد ربيع هيوديني في داهيه، يعني انا خدت منه تلت ساعه كده. ولا حتى المبادرات؟ ما هحاول. مبادره حتى واحده. طيب حاضر، اديهم فرصه وبعدين اخد المبادره من حضرتك. حاضر. اتفضل يا دكتور. اللي ما اتكلموش، اللي اتكلموا خلاص عاشوا معايا. لا هي كلمت الدكتوره، اتفضل. حضرتك احنا بالنسبه للاكاديميه كحد بينتمي للاكاديميه، بنبدا اول حاجه بنحيث المقررات الدراسيه. المقررات الدراسيه عندنا فيها بعض المقررات اللي بترتبط بواقع المجتمع، بنحاول من خلالها ان احنا نلقي الضوء على القضايا والمشروعات القوميه، بحيث ان احنا نجمع الطلبه على بعض المفاهيم زي الولاء والانتماء للوطن. من ضمن ايضا الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بنعقد عدد من المؤتمرات والندوات اللي من خلالها بنحاول ان احنا نطلع بعض المقترحات والحلول للمشكلات والقضايا اللي بتمس الوطن. طيب حلو. انا هتكلم عن دريم وزاز. دريم وزاز هي نشاط طلابي موجود في اكاديميه السادات. لحد دلوقتي هو موجود في 4 فروع، فرع القاهره وفرع المنيا وفرع بورسعيد وفرع اسكندريه، على الرغم ان هو استمر لمده عام واحد الا ان هو قدر يعمل اكتر من ايفنت زي حمل الكساء في قريه ابو النمرس في اول طريق الصعيد. جمعنا 5000 قطعه لبس ونزلنا وزعناها على القريه هناك، يمكن في صور في الاعداد فوق. نزلنا وزعنا الحاجات دي عن القريه، وبدانا ان احنا نعمل حمله اطعام لنفس القريه. عملنا اوتنج لينا في الاوبرا بحيث ان احنا ندعم الجو الثقافي للطلبه عندنا، وان شاء الله بنحاول نفتح فروع في فرع القاهره وفرع عين شمس ان شاء الله على قد ما نقدر. ان شاء الله. اتفضلي. احنا في الطلبه في جامعة اليوبلس، تمام، جامعة التنمية المستدامة. فكرة التنمية المستدامة نفسها بتنقسم لأربع محاور. المحور الأولاني هو الاقتصاد، إزاي إن أنا كمستثمر عايز أكسب فلوس، عايز إن أنا أعمل بيزنس وأكسب فلوس منها، إن أنا أعمل حاجة ما تضرش الناس، أعمل حاجة تفيد المجتمع، مش عشان أكسب لي قرشين إن أنا أعمل حاجة تجيب للناس أمراض يأكلوا أكل مش مظبوط. ده جانب اقتصاد. في منه برضو إن كل شخص يكون حاصل على جزء عادل من الربح يكفي لاحتياجاته واحتياجات أسرته. الجزء الثاني جزء البيئي، ازاي ان انا في الشغل اللي هعمله ما ضرش البيئه، احافظ على الارض مظبوطه، مش ازرع زراعه فيها كيماويات، ان انا احافظ على الموارد اللي موجوده للاجيال اللي جايه، احاول ان انا اعمر الارض، وده الهدف الحقيقي للناس مش ان احنا نخربها. يعني
الجزء الثالث هو جزء الثقافه والتعليم، ان انا اعلم الناس فكره التنميه المستدامه جوه المدارس، ان انا اعلمهم الفنون مش بس العلم وخلاص. العلم مهم جدا لكن ما بتظهرش فائدته الا مع وجود الفن كمان. في برضو جزء اخير هو فكره الحقوق والواجبات، ان كل يعني كل شخص في المجتمع يكون فاهم ايه الواجبات اللي عليه المجتمع اللي هو موجود فيه وايه الحقوق بتاعته، والقانون يكون موضح. ده الجزء اللي يخلق التنميه الشامله، ده اللي احنا بنتعلمه عندنا في الجامعه. وفي مبادره سيكم هي المؤسسه اصلا للجامعه، هي حققت ده في الشرقيه من حاجه و30 سنه ابتدت تعملها. كانت الاول باديه بزراعه حيويه، وصلت دلوقتي ان في مدارس وشركات وفي مجتمع صحي. بننمي المجتمع بان المجتمع الجامعه الفرد بالمجتمع. الفرد بيشتغل هو نفسه في المجتمع، يتنمى في نفس الوقت، يعيش في بيئه صحيه، يبتدي ان ده ينقل ده لمجتمعه. نفس الكلام ده ابتدى في سينا من 7 سنين، ان في 1000 فدان استصلحناهم هناك، خدوا استثمارات ضخمه جدا، وابتدى ان يبقى في بدايه لمجتمع مشابه للي موجود في الشرقيه، هيتواجد قريب ان شاء الله باذن الله. اتفضل. الناس كانت يمكن بتسال ازاي انا كطالب في كليه الاداب اقدر اساهم في مشروع زي ده. أنا عندي فكرة بسيطة جدا، كان الدكتور عرض كروكي عن المركز اللي بيتم يعني هيتم إنشاءه إن شاء الله. من ضمن الأفكار كان في مكتبة، فإزاي يا جماعة هيبقى عندنا مكتبة من غير ما العامل هيعرف يقرأ؟ فأنا كطالب في كلية الآداب أقدر مع زمايلي أقدر أنظم فصول لمحو الأمية عشان، وكنا فعلا نفذنا ده مع الدكتورة هدى أباظة، إن إحنا عملنا فصول لمحو الأمية في حي الويلي، فإحنا نقدر نحقق ده إن شاء الله في قناة. حاسس إن ليك دور إن تقدر تعمل حاجة بتغيير اللي هيروج للثقافة. بالظبط إن شاء الله. اتفضل. أنا بصفتي طالب يعني، أنا لما سمعت إن ممكن الطلبة تشارك في المشروع ده، أنا يعني جه في بالي إن إحنا ممكن يعني نحسن في المشروع، مثلا نشوف مثلا العمال بيشتغلوا زي كده، نشوف يعني نشوف وضعهم في المشروع عامل ازاي كده. وبرده الفكره ان هو نعمل فصول محو امية دي بصفتنا طلبه يعني نشارك في تحسينه، مثلا طلب عمال مثلا مش متعلمين مثلا بيشتغلوا، ممكن مثلا يتعلموا في مكتبه مثلا ممكن يستفيدوا بيها، مثلا يقروا يعني يستفيدوا بالحاجات الموجوده. مثلا عمال مش بيعرفوا يقروا، نعلمهم قراءه وكتابه مثلا، يعرفوا يقروا ومتعلمين يعني مثقفين مثلا. ومش تمام. اتفضلي. بالنسبه لان انا بدرس اعلام اصلا، فاحنا القسم عندنا فيه امكانيات ان كل زياره الجامعه تعملها يطلع طالب صحافه وطالب تلفزيون وطالب علاقات عامه يصوروا من هناك ويعملوا تقارير حيه. نقطه تانية، القسم يعمل مشاريع تخرج عن قناه السويس، افلام وثائقيه بالتعاون مع اقسام تاريخ. بتعملوها تستفيدوا بقى ايه؟ تفيدوا المجتمع ازاي؟ تاريخ واثار. هنعرض الافلام دي على الناس. احنا بنعرض كل سنه، بنعمل مهرجانات بنعرض فيها الافلام دي على الناس. دلوقتي الناس لما هتشوف الافلام دي هتعرف ايه اللي بيحصل هناك. تساعدوا في زياده الوعي. هنساعد في زياده الوعي. ايه هي قناه السويس؟ هتعمل ايه؟ هنركز على ما وراء الحدث اكتر من نركز على الحدث نفسه. مش هنركز على القناه نفسها دلوقتي. طيب بعد انا يعني كده مبادره. انا مش مكتفي. طب المبادره مبادره. انا مصره ان اكاديميه السادات تكون دايما شريك اساسي وفاعل رئيسي في كل المشروعات التنمويه. انا هطلق مبادره حاليا بأنا وعده زملاء افاضل من عندي اعضاء التدريس ومعاونيهم جاهزين للتطوع بتقديم برامج تدريبيه في مجال التنميه البشريه في كل انحاء مصر، ونبدا بسينا وهبدا بنفسي تحت قياده الدكتور عادل قاسم ونبدا. طيب. فورا. ده مبادره جميله رائع. انا كنت حاضره مبادرات كتيرة لو حضرتك. طيب. تكتفي. لا للأسف ما أنا حيطاعوا علي. دكتور عادل الختام لك قبل ما نقول يا أحلى اسم في الوجود. الختام إن أنا عايز أقول لمصر، هم دول شبابك، هم دول الورد اللي فتح في جناين مصر، وهو ده الورد اللي هيفتح جناين مصر. إحنا قمنا بدورنا، أثرنا أو أنجزنا، لكن هم دول الأمل. إحنا جايبين عينة، للأسف لو كان المكان ياخد كنا هنجيب اكتر من كده بكتير. والوقت احنا طالبين ساعتين ونص، اعمل ايه تاني؟ احنا طالبين من خلال المنبر بتاعك لو تتوسط لنا في زياره جماعيه يوم جمعه لممر القناه، نروح نعايش العمال. اهو الفريق ما مينش اهو سمعنا. نروح نعايش العمال ويختار لنا الحته اللي هنبتدي فيها اول مركز خدمات جامعي. أنا جات لي فلوس تبرعات من زميلات وزملاء في الكلية علشان
نقدر نبني، هنبنيه كاساتذه مراكز خدمات للموظف للعاملين هناك. ايوه ايوه كويس. احنا والشباب ان شاء الله هنعمل هذا الكلام. انا بهني مصر ان هم دول ولادها، ومصر بعد كده ان شاء الله مش هتدمع وهترفع دماغها، واجمل شباب واطفال انتوا شفتوهم، وهو ده الوجه الحقيقي اللي مطموس في مصر، وهم دول النشطاء الحقيقيين. بنشكرك ونشكر جهاز الاعداد اللي احنا ازعجناهم بما فيه الكفايه، وبنعتذر لك انك هتتفصل. معلش هشوف لك قناه ثانيه، هنعملها في قناه السويس، وهنقول في الاخر برضو ان مصر تستحق مننا كل ده ان شاء الله، لانها احلى اسم في الوجود. فنقولها مع بعض ان شاء الله في جمله. يلا 1 2 3 يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر يا أسم للخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. أسبوع على خير.